وهي جوانب مختلفة للحديث حول هذا التنوع وإدارة هذا التنوع وكيف يمكن أن يحقق السلام والتعايش. هذا حديثنا في هذه المساحة من صباح الشروق، وسعداء أن يكون حضور على ضفاف الصباح لليوم الدكتور يحيى حماد الإعلامي الأديب والباحث في الموروث الثقافي السوداني. مرحب بكم، صباح الخير يا دكتور. والله مرحب بكم ومرحب بقناة الشروق يعني وعودة البرامج الطيبة، والواحد سعيد جدا أن يلتقي مجموعة كبيرة جدا من العاملين في هذه القناة وهم زملاء وإخوة وأبناء بالنسبة لنا، فأنا سعيد جدا أن نطل من جديد في هذه القناة إن شاء الله. ونحن سعداء بحضورك صباحا وسعداء نتحدث عن هذا الموروث الثقافي وهذا التاريخ السوداني وكيف يمكن أن نستثمره إيجابا. واليوم من خلال هذه المشاهدات وغيرها من المشاهدات التي نشاهدها في مساحات سودانية مختلفة عن الإرث الثقافي السوداني وهذا التنوع، كيف يمكن أن يدار كل هذا التنوع ليحقق النماء والانتماء الوطني؟ والله سؤال كبير جدا، لكن في واقع الأمر ممكن يكون ملخص لشكل الحياة المطلوب في السودان تحديدا. السودان الآن يعني تجد لظروف الحياة العامة أو ظروف الطبيعة في السودان أو لظروف البيئة نفسها هي أدت إلى التنوع الكبير بالنسبة للسودان، يعني التنوع في الثقافة، التنوع في التراث، التنوع في حياة الإنسان نفسه، وده واضحة جدا أنت بتجده في التنوع في البيئة نفسها من الشمال إلى الجنوب، تجد إن مجموعات كبيرة جدا من الاختلافات في البيئة نفسها. البيئة في الصحراء تكون مجموعة كبيرة من الاختلافات داخل الصحراء نفسها، السافنة نفسها بتجي تلقاها مقسمة، سافنة غنية، سافنة متوسطة، سافنة ضعيفة فقيرة، وبتجد لأقصى الجنوب لحد وقت قريب إلى الأدغال والأحراش والمناطق في جنوب السودان يعني، وبالتالي اختلاف هذه البيئات بالضرورة جدا انعكس على إنسان السودان يعني من خلال خطوط الطول والعرض بتجد إنه في اختلافات كبيرة جدا. صح، وشاهدنا ودي ما موجودة في مختلفة. دول أخرى مثلا الدول المربعة أو الدول الدائرية بتجد إنها حياة واحدة، لكن بتجد إن الحياة متنوعة، ونتيجة للتنقل الكبير في هذه البيئات من الجنوب للشمال لظروف التحول الطبيعي نفسه بتجد في تحول في الإنسان أو الزول تقريبا من إنسان لإنسان، من حياة لحياة لحياة، وبتجد إنه في التعايش والتداخل الكبير جدا الذي تم بين مجموعات كبيرة جدا من البشر يعني. صح، وزي ما ذكرت هي المساحات الممتدة والبيئات المختلفة اللي خلقت حياة إنسانية مختلفة وموروث ثقافي على إطار الإنسان والأرض وغيرها مختلف، يعني نحن نحتفي بهذا التنوع اللي يمكن ما يكون موجود في أي مساحة في العالم، ولكن يبقى السؤال كيف يمكن أن نستثمر هذا التنوع؟ هو ده ممتاز، يعني السؤال في بداية الحديث في إنه السؤال نحقق النماء ونحقق الاستثمار في هذا الموروث ونحقق الوطنية والانتماء للوطن. هو ده ممتاز جدا، وأفتكر دي واحدة من مشاكلنا إدارة التنوع، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا بالنسبة للسودان، برغم إنه المشاكل هي مشاكل ثقافية، يعني الكم الكبير الذي تحدثنا عنه من خلال البيئات المختلفة، من خلال التنوع بين المجموعات الكبيرة، كل الكلام ده عن العمل أو عن دور الثقافة يعني، بتجد إنه الحاجات الأخرى دي ما لها تأثير كبير، يعني مسألة إنه السياسة أو المسألة بتاعت إنه الظروف بتاعت إنه مجموعة في تعالي على أخرى، المسائل دي مواردة بالشكل الكبير جدا في السودان، بل السودان كما نتفق على إنه هو السودان كل الناس متداخلة والناس تعايشت وعرفت بعض كثير جدا من خلال التجارب الإنسانية الطويلة يعني، لكن المسألة بتكمن في كيف إنه إدارة هذا التنوع حتى نستطيع إدارة التنوع وإدارة الإنسان السوداني نفسه في مأمن من كثير جدا من المشاكل. لذلك بعض الناس بتجلف وتدخل في إنه تخلق مشاكل سياسية، الناس كان في غيرها فيها أصلا ما في مشاكل ثقافية أو مشاكل سياسية، هي كان ممكن تقود السودان لمشاكل كثيرة جدا وبعض الصراعات التي حدثت يعني، لأن المسألة في السودان في تداخل كبير جدا وفي مجموعات كبيرة جدا تداخلت منذ
قديم الزمان قبل الجوالي، يعني مجموعة أخرى بتجي دخلت بتجي المجموعة الأخرى عاشت معاه وبتصبح واحدة منا، وهكذا حتى السودان نفسه التركيبة أو المسألة بتاعت البيئة ما هي تركيبة قبلية أو نووية، وإنما مجموعات كبيرة جدا تعايشت لظروف معينة ولكثير جدا من الظروف اللي بتكون فرضتها الحياة نفسها بتجد إن الناس تعايشت. صح. لكن كثير من الناس ما بيجدوا في ده مثلا المسألة بتاع حياة وكده، بيقوم يخلقوا جانب آخر يبحثوا عن إنه مثلا إنه والله يعني إحنا تقسيم سلطة مثلا يخلقوها بصورة أخرى، برغم إنه مثلا الرزق ذاته بيختلف، يعني في رزق ربنا قسم الإنسان من الزراعة، في رزق ربنا قسم الناس من الرعي، في رزق ربنا قسم الناس من الأرض، الآن ناس من التراب تطلع رزق فيه يعني. وزي ما ذكرت ما موظفة بالطريقة العلمية اللي هي الناس يقدروا يديروا فيها المطلوب من إدارة التنوع، لأن المسألة نحن في الوقت اللي نحن نفكر في المسألة دي تدخلت حياة كبيرة جدا وتقاطعات عالمية هي بالضرورة جدا فوق مننا، يعني أعلى مننا كثيرا في العلم، أكثر كثير جدا من التدفق الإعلامي، أكثر مننا في كل شيء، وبالتالي أثر تأثير كبير جدا في المسألة بتاعت كيف الاستفادة هم من الموارد الخاصة ومدخرين أحيانا لعمل في المستقبل وأحيانا لمصالحهم الخاصة لإشكالات كبيرة جدا مدروسة، الحياة دي مدروسة دراسات صحيح. استراتيجية قديمة زي ما ذكرت دي الآن منعاني فيها معاناة كبيرة جدا زي ما ذكرت الإدارة الحياتية. الشخصية السودانية بطبعها يعني مسالمة، والبيئات السودانية للمستقرين أو حتى الرحل اللي كانوا بيرتحلوا في مساحات مختلفة فما كانت فيها مشكلات، لكن يعني السوالب في الحياة السودانية أو ما يشوب المجتمع السوداني وظهر حديثا في حديث عن الاستعلاء زي ما ذكرتها والعنصرية وغيرها من الجوانب قد تكون هي أثرت في هذا الامتداد التاريخي والموروث الثقافي وكيف يمكن أن نستثمره. فده جانب يقودنا مباشرة لأنه لأي مدى معرفة الأجيال بهذا الموروث الثقافي وهذا التاريخ الممتد يمكن أن يقود لرؤى إيجابية في الحاضر. والله ده برضو سؤال ممتاز جدا، وأعتقد أنه ده واحد من الأشياء اللي هو مفترض يكون كاستراتيجية، يعني استراتيجية الدولة نفسها في أنه الدولة وليس الحكومة، وتنظر الإشكاليات بتاعت الناس مفاهيم الناس بين الاستراتيجية بتاعت الدولة واستراتيجية الحكومة، الناس فهمهم لا بتختلف طبعا. يعني الدولة دي مفروض تكون حاجة ثابتة، كل الحكومات العابرة إنها تجيب الشكل محافظ عليه ويستمر. المسألة بتاعت الأجيال دي كيف إدارتهم، أنا أفتكر دي مشكلة كبيرة جدا، وده بيحتاج أولا للمسألة بتاعت التراث السوداني. الآن كثير جدا من الناس ما بيعرف التراث بتاعتهم ده، هذا التراث السوداني قيم، فيه قيم كبيرة جدا، والإنسان السوداني يمكن يكون فقط بالمسألة بتاعت التراث بتاعه ده هو بيستغنى عن كثير جدا من المطالب بتاعت الحياة من حوله على في مطار المحيط الأقليمي، يعني لأن الإنسان السوداني ده متنوع، وزي ما ذكرنا إنه المسألة بتاعت التقاطعات من شمال للجنوب ومن الغرب للشرق، طريق الحج من غرب السودان لشرق السودان، مسألة في رحلة روحية، في رحلة أخرى، رحلة طبيعية بتاعت أهلنا في أفريقيا، بفتكر في تجارب كبيرة جدا الناس تبادلها الرحلة من الشمال إلى الجنوب، برضو نفس الصورة هي مسألة من رسالات سماوية دخلت هذا الحيز من الأرض، وبالتالي أصبحت برضو في تطور كبير جدا للإنسان في هذه المنطقة. يعني الإنسان السوداني الآن ما بتجد إنه هو زي وزي أي إنسان آخر، لأن بعض الرسائل أو بعض كثير جدا من الآداب من الرسالات السماوية هي واضحة جدا فوق لطبيعة الإنسان العادي، وبتجد إنه أحيانا حتى الثقافات بتعلو، وبالتالي بتجد إنه بالسود الثقافات اللي بتجي بهذا الشكل هي بالسود على الثقافات الأخرى، وفي تهذيب كبير جدا حصل للمجتمعات في أفريقيا، يعني من خلال الأدب الكبير اللي دخل على مستوى الإسلام، على مستوى المسيحية من قبل، على مستوى اللغة العربية. صح، وده امتداد التاريخي، لكن يعني في ربطه بالواقع، يعني نريد أن نتحدث عن يعني كيف يمكن أن نستثمر التنوع في حديث عن الواقع في الجذب الثقافي والاقتصادي، في الحديث عن الثقافة بشكل خاص، يعني المعارض، معارض التراث، الإعلام، ده الكلام اللي بنتكلم فيه، الأدب والثقافة. يعني التراث ذاته، وفي ناس الفهم مفاهيم التراث كبيرة جدا، في ناس بتفكر التراث ده بس مجرد إنه عمل هامش، يعني ده الفهم
طبيعي المعروف مثلا عند الناس لما يقول لك ده تراث خلاص حاجة قديمة وكذا، لكن التراث هو الآن الحياة، كل الحياة. يعني أنت لما تتكلم عن التراث بتتكلم عن البمبر، هو نفس البمبر، لكن بتجد نحن في المدينة قاعدين في الكرسي بالشكل اللي أنا قاعدين فيه ده، وهكذا. أي شكل أنت بتاخده في الثقافة المادية الموجودة على مستوى السودان بتجد أنه في المدينة قد يختلف، هو ده الفلكلور الخاص بالمدن بيختلف من الفلكلور بتاعت البدو والحياة وهكذا. المعارض الله يكرمك بتجده بيتطور للمعارض وكده. الآن المعارض ذاته بتجد يرجعوا للمسألة القديمة، يعني نحن ذات الآن نرجع القديم بنشوف أنه المسائل القديمة هي الآن الأكثر رغبة من الحاجات العادية الآن بتجي تشوفه. يعني يعني أنت لما تجي تشوف البيوت بتاعت العرب وتشوف الكلام اللي شاهدناه في التقرير من قبل أو قبل قليل بتجد أنه في أشياء كبيرة جدا الإنسان في حاجة لها. أنا أفتكر ده التعليم المفترض أنه الناس تبدأ بقيم التراث السوداني، والتراث السوداني هو نفسه مش فقط في الثقافة المادية ولا ثقافة الإنتاج الإبداعي ولا ثقافة العادات والمعتقدات أو الثقافة الشفوية المعروفة في الشعر والحديثة بيتكلم ده. الثقافة دي أو التراث هو موجود في التراث تاريخ الإنسان نفسه، في تاريخ تراث تراث في التاريخ السوداني، في بطولات كبيرة جدا تمت، في كثير جدا من القيم السودانية الحقيقية الآن هي ما موجودة غيرنا نحن في القارة الأفريقية وحتى كل العالم. تجد مثلا بتاعت الكرم لحد الليلة في السودان بتجد مجموعة 7 و10 إنه الناس في وجبة واحدة وبكون يأكل دي غريبة للناس تانيين، إنه مجموعة من الناس يكونوا قاعدين وبيأكلوا بهذا الشكل، والممكن يكون ذو الواحد هو اللي بيكون بيدفع الكلام ده. يعني المسألة بتاعت الآخاء ده ما موجود إن مجموعات كبيرة. أنا أفتكر هذه هي القيم الكبيرة المفترض إنه يدرسها الجيل القائم ويعرف القيم الحقيقية الخاصة بالإنسان السوداني من خلال كثير جدا من تجاربه المكتسبة والتجارب اللي ممكن تكون جزء من حياته. أصبحت كثير جدا من الحاجات الجميلة دي أصبحت بالنسبة لنا إحنا مكسب كبير جدا أو جزء في حياتنا يعني، لكن في جزء آخر وكبير جدا بالضرورة جدا بيحتاج لتلقين، يعني بيحتاج لدراسة، بيحتاج لفهم واهتمام المؤسسات الثقافية والدولة بالموروث الثقافي. كل الناس والإعلام كيف والأسرة كيف ترى هذا الجانب من الاهتمام الآن بالموروث الثقافي؟ نعم كيف ترى هذا الجانب من الاهتمام بالموروث الثقافي إذا كان على إطار الدولة والله أو المؤسسات الثقافية؟ ما في مستوى، لأن الإشكالية حتى الآن التراث بتجد إنه ما موجود كمثلا علم معروف في الجامعات في الدراسات، لكن من المفترض أنه يكون الآن التراث السوداني موجود كواحد من المواد التي تدرس في كل المستويات المراحل المختلفة في المراحل الابتدائية في الثانوي في الجامعة. الجانب الآخر أيضا بتجد أنه نادر جدا الناس المختصين بالإعلام في السودان بسيطين جدا، يعني ما في علماء أنا أقول لك محسوبين إلا في اليد الآن الممكن يكون أصدقائنا، لا أذكر أبكلاب من الشريك، الأستاذ إبراهيم البوزعي، الأستاذ المهتمين بالتاريخ والثقافة السودانية والله كثر، لكن بس القنوات للخروج لا، ديل الناس اللي أنت ممكن تقدر تقول عليهم يعني ما هم نفس الشعراء مثلا في السودان أو ما هم نفس الناس اللي أنت ممكن يكون راصدين ككتاب وكده وكده، ما موجودين ديل بس بصورة كبيرة جدا، لكن ديل مثلا الناس اللي احنا نعرفهم يعني يعني صحيح قد يكون في زول عالم بمواطن تراثه لكن بكون شنو في الحيز الضيق وما بكون طلع، ودي طبعا دي ورد مشكله في اشكاليه من ناحيه التغييب اللي بيتم تغييب المعلومه من خلال الاعلام من خلال المدارس من خلال عدم الدراسه اللي احنا بنتكلم عنها وغير موجوده دي، دي بتاثر تاثير كبير جدا في غمط العلم الكبير للتراث ولقيم التراث والمطلوب من التراث السوداني. نحن بنتمنى انه دائما التراث السوداني على اطار القيم وعلى اطار المساحات وعلى اطار الموروث الثقافي والتاريخ والحضاره وغيرها تكون حاضره دائما في كل الجوانب، اذا كان في الاعلام او في حديثنا عن المساحات لاهتمام الدوله واهتمام المؤسسات الثقافيه بهذا الجانب. سعدنا بحضورك على شواطئ الصباح لليوم دكتور يحيى حماد الاعلامي الاديب والباحث في التراث السوداني، وكان حديث اليوم عن كيف يمكن أن ندير كل هذا التنوع ليشكل القيم للتصالح والتعايش والوطنية.